يدوم العزة. طه بركة ان احنا اتجمعنا من تاني وتلمينا. البركة فيك يا حبيبي. ايوه بس النفوس لسه شايلة زي ما انت شايف طبعا، ومش هتصفى غير لما كل واحد ياخد حقه. طب ما لو ده كان غرضك كان ايه لازمته تغرم نفسك؟ كنت جيت لي وانا قلت لك على كل حاجة. لا عبد الغني ده ما كانتش غرضي، بس لو طريق كلامك بالشكل ده يهمني افهم بقى بجد. انا قلت لك يا طه، وقلت لصالح وعم خليل، والله والله العظيم ابويا كتب لي كل حاجه بيع وشراء. انا مش فاهم انتوا مش عايزين تصدقوا ليه؟ وانا يعني هاكل حقكم؟ عشان تعرف غلاوتك عندي خلي الست وصايف ترجع البيت، عشان البيت يرجع تاني يا عمر بحسها. لا يا سيدي كتر خيرك، احنا كويسين ما تخافش علينا. وبعدين يا طه، ازيك يا عمتي؟ وحشاني. كويس انك لسه فاكر ان انا عمتك. طب وليه الكلام اللي يزعل ده بقى؟ طب قول لي انت الكلام يا حبيبي اللي ما يزعلش. قول لي هترجع لنا حقنا ولا مش هترجعه لنا؟ ولا هتفضل تقول ان شاء الله وربنا يسهل وادي وش الضيف زي ما عملت مع صالح وخليل وطه؟ انا بكلمك يا حبيبي عشان بس تفتكر لما شلتك وانت صغير على كتفي، يمكن قلبك يحن وما ترضليش بالظلم. يا عمتي ما انا ابويا كان قدامك، لو كان ليكي حق ما كانش هيعزه عليكي. والله والله العظيم جدي كان باصم على التنازل بنفسه، وابويا كتب لي كل حاجه بيع وشراء. انا ذنبي ايه؟ اه يعني انت خلاص قبلت الفلوس الحرام على نفسك. ماشي، بس خدها نصيحه بقى من عمتك. البني ادم يا حبيبي ما بيورثش بس فلوس، البني ادم بيورث الشلة كلها على بعضها، حلوها ومرها. يعني أبوك لما طمع في حسنين وفي الورث بتاعه ما خدش الورث بس، لا ورث كمان الطار واتقتل قدام عينيك وملحقش يتهنى بكل الفلوس اللي هو سرقها مننا. أنا عايزك تتعز يا ابني. خلصت اللي جواك يا عمتي؟ يدوم عزك يا طه. استنى بس عبد الغني، ما تنفعش تمشي وعمتك بتتكلم، اقعد كده ونتكلم سوا بالعقل. مش انتوا جبتوني عشان تتكتروا عليا يا طه؟ وانا اللي فاكر اني وحشتكم وعايزين تلموا الشمل بجد، انتوا تحرجوني قدام جماعتي. يلا يا فل احنا حطكم بعافيه. استنى عبد الغني، عبد الغني. يلا في 60 داهيه يا عمتي. ما يصحش راجل في بيتنا برضو يا عمتي. بقول لك ايه، محدش يتكلم معايا، كفايه اللي انا فيه. في ايه طب؟ النفوس لسه شايله ومش عايزين يصفوا. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.